بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله كله بخير وبصحة وعافية. فاللي عنده سؤال، عنده استفسار، عنده اقتراح، عنده فكرة، يعني عايز نتناقش مع بعض في حاجة كده، فاهمين؟ بس أنا حبيت إن إحنا نستفيد مع بعض حتى لو أسئلة فقط، بس هيكون في استفادة ما بيننا وبين بعضينا. طب بصوا يا جماعة، هنتكلم شوية عن جملة. في ناس طبقت تطبيقاتها صحيحة، في ناس طبقت تطبيقاتها صحيحة مفيهاش أي مشاكل، في ناس طبقت واختصرت، في ناس طبقت واختصرت في التطبيق. الناس اللي انا هقول لهم يعيدوا التطبيق تاني يعيدوا التطبيق من جديد، لاني انا عارف منها مين مطبق زي ما انا مطبق بالظبط، ومين مطبق من عن طريق لوحة التحكم. فالاخ او الاخت اللي مطبق عن طريق لوحة التحكم وبيديني اللينك يقول لي انا طبقت، انت ما طبقتش زي ما انا شارح في الفيديو. فما تضحكش عليا وما تضحكش على نفسك، اصل انا عارف انت طبقت ازاي، انا عارف انت طبقت ازاي، فانت كده بتضحك على نفسك قبل ما تضحك عليا انا. لان بكره وبعده لما تروح تشتغل في نفس المجال ويطلب منك ان انت تركب جمله، للاسف هتيجي تخش لوحه التحكم مش هتلاقي اللي انت عندك امكانيه ان انت تسطب جمله عن طريق لوحه التحكم، فبالتالي هتلاقي نفسك ان انت فاشل قدام جمله مش عارف بتركب ازاي، مش عارف بتركب ازاي. حد عنده سؤال او استفسار؟ دي النهارده المحاضره السادسه وخدنا فيها الورد بريس، ودي تاني محاضره في جمله، وحضرتك تابعي معانا، تابع معايا في الجروب وان شاء الله باذن الله توصل لينا. هل من الممكن تنزيل لنا اكثر فيديو هذه الايام تقدم في الدوره؟ احنا كنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده يا جماعه، كنا قلت يا جماعه انا ممكن اديكم الكورس كامل في ساعتين، يعني اعرفكم كل حاجه في ساعتين، ولكن مش هتقدر تاخد شهاده، لان من شروط الدبلومه اللي ليها شهادات ان محاضرات تكون اكثر من 10 محاضرات، عدد المحاضرات يكون اكثر من 10 محاضرات، فما ينفعش الكورس كامل، لان احنا كده كده هنخش هنا في الاكاديميه او في الغرفه هنا مش هنعمل اي حاجه، مش هنعمل اي حاجه. يعني مبروك، كنت انا هعيد الدرس اللي انتوا خدتوه او الفيديو ده كده، كنت هعيده النهارده هنا تاني عشان زمايلكم اللي فيما بعد هيخشوا يشوفوا الفيديوهات يلاقوا شرح وبرده يستفيدوا زيكم. وعليكم السلام يا اخت خديجه، انت بتقولي ان انت عايزه تعرفي رابط الاستضافه ايه، صح؟ ممكن حضرتك تبعتي لي الموقع بتاعك اللي انت طبقت عليه الورد بريس قبل كده، ولا انت حضرتك اول مره تطبقي معانا اصلا؟ انت سطبتي الجمله، اسم المجلد اللي انت اخترتيه ايه؟ اسم المجلد. ما بنصحش، السؤال ده جالي 20 مره وقلت يا جدعان انا ما بنصحش اي حد يرفع ملف مضغوط على استضافه مجانيه لانه بيعمل مشاكل كتير، فانا ما انصحش اي حد ان هو يفكر يستخدم الخاصيه دي على استضافه مجانيه، انما لو على استضافه مدفوعه اوكي استخدمها براحتك مفيش اي مشاكل، انما استضافه مجانيه ما افضلش ان انت ترفع ملف مضغوط وتسطب عليها، زي ما بترفع الملف العادي زي ما بترفع اي ملف، طريقه الرفع واحده وموحده، نفس طريقه الرفع اللي انت بترفع بيها الملفات العاديه، بتدوس ترانسفر تمام او نقل، ادخل على البرنامج ودخل بيانات الاستضافه بتاعتك وشوف الملف اللي انت عايز اختار نقل على المجلد تمام. طب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تدخل اف تي بي، قصدي السي بانل او الفيستا بانل، تنديها تخش على حاجه سبارت الملفات او فايل مانجر، تقريبا فايل مانجر، تبتدي تدخل على الاتش تي دوسك تقريبا وتشوف المجلد او الملف المرفوع بتاعك، وبتلاقي حاجه اسمها انظب تمام، انظب اوكي، بتلاقي حاجه اسمها انظب، بتدوس عليها بتبتدي ان هو هل ستسجل، انا هسجلها لكم بس على استضافه مدفوعه، واللي هيطبقها يعني هياخد درجات عاليه طبعا، لان انا مش قادر ان انا اطبقها لكم على استضافه مجانيه، فبالتالي انتوا اشتغلوا تطبقوها، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده برضه. طيب بالنسبه للناس اللي لسه اول مره تدخل معانا، هل عندكم اي خلفيه، هل عندكم اي خلفيه عن محتويات الكورس بتاعنا؟ طب لحظه واحده، طبعا اجيب لكم مجموعه الدروس اللي انتوا تعرفوها قبل ما تبتدوا تخشوا معانا، لان لازم تعرفوا المعلومات دي علشان تقدروا ان انتوا تفهموني وانا بشرح، عشان لما اقول اي مصطلح، عشان في مصطلحات انا بقولها لازم تكونوا عندكم خبره وخلفيه في المصطلحات دي او عارفينها على الاقل
الأخت رضوى بعتت لكم لينك وأنا هبعته لكم تاني، يا ريت تشوفوا الدروس دي ضروري قبل ما أنتوا تخشوا معانا في الدورة الجديدة. بالنسبة للناس اللي أول مرة تدخل معانا، عرفت هتعملوا إيه؟ أقل حاجة في الموضوع إن أنت تسجل لي بس في الجروب، وسيبي بقى عليا أنتوا عارفين بس كده أهوت اللي أنا بعمل عليه لايك، اللي أنا بعمل عليه لايك وبديله لايك يعرف كده إن أنا شايف إن هو مظبوط، التطبيق بتاعه تمام. بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، الملف دوت الانستليشن هو اللي بيعرفني مين مطبق زي ما انا مطبق ومين لا. عن طريق الملف الانستليشن ده انا بحدد التطبيق ده صح ولا غلط. اللي بلاقي عنده الانستليشن اتحول بواحد بانستليشن واحد كده التطبيق بتاعه صح، وبرده بعرف من داخل الانستليشن هل هو اتسطب الجملة اتسطبت عن طريق الانستليشن ولا لا. فكل الناس اللي انا عامل عليها لايك وما قلتلهمش يعيدوا التطبيق دول صح، انما اي حد مطبق ومش رافع ملف الانستليشن او اتمسح منه ماشي لا تسموهولي انستليشن 1 زي ما انا. لا انت ما تغيرش زي ما انا مطبق طبق لي بالظبط، عشان انا هقدر ادخل عن طريق الانستليشن 1 ده تمام، هقدر اللي انا ادخل واعرف هل انت سطبتها فعلا يدوي. لو سمعت يا باشمهندس احنا خدنا وورد بريس وجبنا ناقص ايه تاني؟ ناقص بلوجر بلوجر والمنتديات. احنا النهارده 10 صح؟ احنا النهارده 10 28 يوم، يعني هنقول اربع محاضرات، يعني ان شاء الله يا جماعه احنا هنخلص قرب رمضان، هنخلص قرب رمضان، قرب دخول رمضان علينا هنخلص الدورة دي ان شاء الله، لان كان في حد سألنا عليها. ان شاء الله بإذن الله هتتعمل واحدة كمان هتبقى حماية المواقع ان شاء الله، لان هو المفروض ان انتوا تاخدوا هنا تركيب وحماية او تطوير وحماية، وطبعا انا لقيت الحماية لو تخليها كورس منفصل لحظة تمام. احنا نتكلم عن الاختراقات. طب انت نفسك يا بيدو ده انا اتكلم عن الاختراقات، نفسك انا عارف هتموت انت ومحمد امين عشان اكلمكم عن الاختراقات. مش عارف انتوا داخلين عايزين تتعلموا وتبقوا هاكر اخلاقي ولا ايه؟ مش عارف. في مهندس وليد عنده كورس هاكر اخلاقي، انت ممكن تستفيدوا معاه وتحضروا معاه. في معانا باشمهندس وليد بيدي الهاكر اخلاقي، موجود معنا هنا في الأكاديمية، ممكن تستفيدوا من خبراته ومن دروسه وشروحاته. بس على ما أتذكر إن الكورس بتاعه واقف صح يا أستاذ أماني؟ تقريبا الكورس بتاعه واقف، ممكن أستاذ علي تشرح بقية المجال الجملة واستخداماتها. طيب أولا الجملة دي مصدر مفتوح نقدر اللي احنا نعدل عليها ونطور فيها، إن البرمجة بتاعتها حر، برمجة حرة الاستخدام. هي الجملة دي احنا هناخد فيها وقت كبير، هناخد وقت كبير، بس باختصار ان هي برمجة حرة المصدر. لغة البرمجة بتاعت جملة بي اتش بي دي لغة او البرنامج ذات نفسه او السكريبت ذات نفسه حر المصدر، يعني ان نقدر نطور عليه، نطور فيه، نقدر نعدل عليه تمام، ان هي اصلا نسخة مجانية غير تجارية، نسخة مجانية غير تجارية زي الورد بريس بالظبط. ولكن الشركة بتعمل ايه؟ بتنزل لك البرمجة فري بمقابل ان في حاجة اسمها موديلات او اضافات، دي بتكون مدفوعة، انت بتاخد النسخة مجانا ولكن الاضافة دي بتبقى انت محتاجها، يعني بتجبرك تشتري الاضافة دي. هو برضو الاجانب مش اغبياء او هم للدرجه دي ان هو يعمل لك مثلا برمجه بتكلفها مثلا 100,000 ماشي، 100,000 عشان ينزلها لك انت مجانا. لسه ما قلتش استخداماتها، انا لسه بتكلم عنها. استخدامات احنا ممكن نستخدمها باي شيء، يعني مثلا اكاديميه الضريم بتاعتنا مستخدمه مجله جمله، ممكن نستخدمها في موقع اخبار، ممكن نستخدمها في موقع شركات، ممكن نستخدمها في اي شيء، يعني استخداماتها كتير، مش استخدام معين، ممكن تبقى جريده، ممكن تبقى موقع افلام، ممكن تبقى مكتبه فيديوهات، ممكن تكون مكتبه افلام، ممكن طالما اللي انت مظبط التصميم بتاعها
او القالب بتاعها تعمل اي حاجه انت عايزها. ممكن للتسويق، ممكن لاي شيء، بس انا بقول ان نسخه الوورد بريس سلسه واسهل وافضل من جمله، لان الوورد بريس صديقه لمحركات البحث، لان فيها اضافات رهيبه وجميله جدا. يعني افضل اجهز سكريبت استخدامه معايا ولا ان اعمل سكريبت من اول وجديد؟ على حسب يا اخت ايه، يعني لو حضرتك شايفه ان في سكريبت حاليا ممكن يفيدك اشتغل عليه، انما لو شايفه ان هو مش هيفيدك كده هتضطر انت تعمل برمجه خاصه على مزاجك انت وراحتك انت. طيب بخصوص جمله، انا بفضل استخدم الووردبريس اكتر من جمله، لانه جمله صعبه شويه ومعقده حبتين ثلاثه، تمام، ولكن ليها استفادات ان ممكن شخص يكون محتاجها. المنتديات افضل، المنتدى ما ينفعش ان احنا نعمله مجله، ما ينفعش ان احنا نعمله موقع اخباري، ما ينفعش ان احنا نعمله موقع تسويق، ما ينفعش ان احنا نعمله حاجات كتير. المنتدى للمواضيع والردود فقط لا غير. بس افتكر ان ما بقتش عليها طلب كبير الايام دي فتح المواقع التواصل الاجتماعي، لان اصبحت ان هي دي المنتديات الحاليه. في استفسار، في سؤال، في اي حاجه؟ فكرتوني. بالنسبه بقى للناس الجديده بقى لاول مره تحضر، اي حرف هتتعلمه مني لو استخدمته في حاجه تغضب ربنا او ضد الشريعه الاسلاميه انا مش، انا قلت وانتوا حرين، اللي هيتعلم مني كلمه ويطبقها في حاجه حرام او حاجه الشريعه الاسلاميه بتاعتنا بترفضها، تمام، ذنبه في رقبته هو مش في رقبتي انا. ماشي يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار قبل ما اخرج؟ افتكر ان مفيش اي اسئله ولا اي استفسارات ولا اي شيء. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى لكم التوفيق في الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.